أنا ما أعرف الناس ليه تترك ربنا تبارك وتعالى وتتوجه إلى خلق الله عز وجل. عباد ضعفاء فقراء وموتى. ربنا عز وجل قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عباد لله عز وجل يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى، ومن المسلمين أو ممن يزعم أنه من المسلمين ممن يؤصل لهذا الشرك وهذا الكفر بالله تبارك وتعالى. دعاة الآن، دعاة متخصصين يعلموا الناس كيف يكفروا بالله عز وجل، وكيف تمشي الطوف الشكينيبة، وكيف تمشي تطوف بالزريبة، وكيف تتبرك بالتراب، تراب تتبرك بالتراب بتاع القبر، وكيف تدعو غير الله تبارك وتعالى. دعاة الآن شغالين في الشغلة دي، تفتح التلفزيون تلقاهم شغالين، تفتح الراديو تلقاهم شغالين، وانت تجي تتكلم في منبر في مسجد واحد من آلاف المساجد في السودان وبعد في ناس زعلانين. زعلان ليه؟ زعلان مالك؟ ده في التلفزيون شغال محمد المنتصر الإزيرق الصوفي. يجوز تنادي الشيخ من دون الله، يجوز تتوكل على الشيخ من دون الله، يجوز تسجد للشيخ من دون الله. الشيخ يخلق مع الله تبارك وتعالى، يخلق مع الله عز وجل، ده يسكت عنه؟ ديل الآن شغالين يصلوا لهذا المنهج الذي حاربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تعلم تماما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث، بعث في مثل هؤلاء ناس كانوا متفرقين، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد، ومنهم من يعبد. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا معبوداتهم بالباطل وأن يعبدوا الله تبارك وتعالى المستحق للعبادة. لذلك قال بعض العلماء رحمهم الله عز وجل، وهو الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله عز وجل يتكلم عما يحصل في هذه في هذا الزمان من الشرك بالله عز وجل، قال: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن. يتكلم عن الجباب والأضرحة، القبب الآن الموجودة في البلد دي. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار أي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. وللخناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، والتمسوا الحاجات في موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم. الحاجات الآن تطلب من الموتى ولا تطلب من الحي القيوم الذي لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، تطلب من الموتى من دون الله عز وجل، من الأولياء زعما منهم، وهم ليسوا بأولياء وليسوا بصالحين أبدا، كلهم ليسوا بصالحين وليسوا بأولياء. هؤلاء الآن الذين تبنى عليهم القباب وتبنى عليهم الأضرحة، وكل الأضرحة القاعدة في البلد كلها كلها بالاسم، لو دار أسميها لك بالواحد انت، كلها باطل، وكل من يطوف بها على باطل، وكل من يؤصل لذلك على باطل. وده دين المشركين الزمان، ده ما دين النبي عليه الصلاة والسلام ولا دين الإسلام.
الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا في القرآن ولا في السنة. تبني قبة، تبني ضريح، الناس تجي تطوف بالقبة وتدفع بياض عشان تخش تشيل لك تراب. المرعى يانا، المرعى يانا بودوها دكتور ولا بشيل لها تراب؟ المرعى يانا بودوها دكتور ده يشيل لها تراب. الولد ممتحن يشيل القلم يودي للفكية عزم له. الغنماية راحت يمشي للفكية يدي بياض يجيبها له. أي حاجة الشيخ الله ما بيمشي له كلكم. انت لا يلجأ لله تبارك وتعالى أبدا. انت ود دين المشركين، بل المشركين قد يكونوا أفضل من هذا النوع. النوع انت اللي من تضيق به والحال يندها الشيوخ ويندها الفقراء ده أبو جهل أحسن منه. أفهم الكلام ده كويس؟ لمن تضيق به والحال ها يقول لك إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني. ده في كردفان مدفون عنده 200 سنة وزيادة. قال لك لو جاتك مصيبة تنده طوالي إسماعيل طوالي انت وربنا تبارك وتعالى قال لك اندهني أنا ناديني أنا. ربنا عز وجل قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. ده قال لك لو جاتك مصيبة تنده إسماعيل الولي. انت أبو جهل لو جاته مصيبة ما بينده إسماعيل الولي، بينده ربنا تبارك وتعالى. أبو جهل يبقى أحسن منك انت ده ومسلم وجاي الجامع وطالع من الجامع وضبحت في العيد ضابح ليك قطيتك. انت أبو جهل يبقى أحسن منك في الحتة دي. ربنا عز وجل قال وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ديلك كان يشركوا بالله عز وجل في الرخاء، لكن لمن يكون في مصيبة وفي شدة كانوا يوحدوا الله تبارك وتعالى. وبعد ده مشركين، بعد ده مشركين، مع إنهم يدعو الله عز وجل في الشدة ويشركوا بالله تبارك وتعالى في الرخاء مشركين. إنت الليلة تشرك بالله عز وجل في الشدة وفي الرخاء وداري خلوك داري خلوك ليه؟ ما بنخليك بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.